قالت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاري البيت الأبيض إيفانيكا ترامب إن الولايات المتحدة تسعى لإعادة تأكيد التزامها في ممارسة الضغط على كوريا الديمقراطية للتخلي عن أسلحتها النووية. وجاءت تصريحات إيفانيكا هذه خلال مأدبة أقامها رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن عقب اجتماع مغلق بينهم. أشكركم على استضافتنا جميعا هنا الليلة، ونحن نؤكد من جديد روابط الصداقة والتعاون والشراكة التي تجمعنا، ونؤكد من جديد أيضا التزامنا بحملتنا القصوى في الضغط على كوريا الديمقراطية لضمان نزع الأسلحة النووية على شبه الجزيرة الكورية. قال مون جاي إن إن كوريا الجنوبية لا يمكنها الاعتراف بجمهورية كوريا الديمقراطية بأنها دولة نووية، وأن المحادثات مع بيونغ يانغ حول نزع السلاح النووي ينبغي أن يتزامن مع تحسين العلاقات بين الكوريتين، مضيفا أن التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هام للغاية.